أكد رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة حسام هيبة على أهمية الدعم الذي تقدمه الحكومة من أجل تمكين شركة شنايدر إلكتريك من المساهمة في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مصر. جاء ذلك خلال جولة تفقدية لرئيس الهيئة لتوسعات مصنع الشركة بمدينة بدر، وهو أكبر مصنع للأوحات الجهد المنخفض والمتوسط بالشرق الأوسط. وتم إنشاء المصنع في مدينة بدر عام 2009 بطاقة إنتاجية 6000 خلية جهد متوسط و3500 خلية جهد منخفض سنوياً. قام الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة حسام هيبة بتسليم 4 رخص ذهبية جديدة لممثلي عدد من الشركات، ليصبح العدد الإجمالي للشركات الحاصلة على الرخصة الذهبية 24 شركة. ورخصة ذهبية هي رخصة جامعة لكل التصاريح المطلوبة لتأسيس الشركات وإدارتها وتشغيلها، يمنحها مجلس الوزراء بغرض التيسير على المستثمرين. قال رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وليد جمال الدين إن المنطقة تستهدف دائما تطوير كافة الخدمات للمستثمرين لتهيئة مناخ الأعمال أمامهم وفتح آفاق أكثر اتساعا من التعاون. جاء ذلك خلال افتتاح أحد البنوك الخليجية لفرع اللهو داخل مقر المنطقة بالعين السخنة، حيث أكد جمال الدين أن ذلك يأتي في إطار السعي المتواصل من المنطقة لتوفير الخدمات لشركاء النجاح من المستثمرين وأصحاب الأعمال. أغلقت أسواق الأسهم في السعودية وقطر على ارتفاع مدعومة بتقارير أرباح قوية من بنوك وشركات، رغم أن المعنويات تضررت من المخاوف من اتساع نطاق الصراع الحالي في الشرق الأوسط. وارتفع المؤشر السعودي 7%، وارتفع المؤشر القطري 4%. دعت مجموعة السبع للإلغاء الفوري للقيود المطبقة على واردات منتجات الطعام اليابانية، وذلك في إشارة إلى القيود الصينية المطبقة بعد بدء طوكيو تصريف المياه المعالجة من محطة فوكوشيما النووية. كانت الصين فرضت تعليقا شاملا لواردات الأسماك اليابانية منذ شهرين، حينما بدأت طوكيو في تصريف المياه المعالجة من فوكوشيما إلى المحيط الهادئ. وبالرغم من أن إعلان كل من الولايات المتحدة واليابان أن القيود غير عادلة، كشفت روسيا عن قيود مشابهة في وقت سابق من الشهر الجاري.